باش يعطي اشاره اولا لمن يريد اللي بغى يتسنى يعطي اشاره على انه من الخطاب جلاله الملك ماشي الخطاب واحد جلاله الملك خطابات جلاله الملك اللي هو اللي بغى يمشي بالتخليق ديال الحياه السياسيه والحياه العامه. الحزب ديالنا ارتاى ان يكون هو الاول باش يوضع هاد المدونه ديال الاخلاق هاد المدونه ديال الاخلاق اللي توضعتها الاخت مع واحد العدد كبير ديال المحامون وديال المثقفين في الحزب ديالنا وهاد المدونه الاخلاق دوزناها وتسلطت عليها المجلس الوطني الاخير. إذن وفي الاجتماع الأول الكتب السياسي في الاجتماع الأول بعد المصادقة خاضت الكلمة الموسيقى الوطنية وقالت بحرف هكا على أن هذه المدونة اللي صدقنا عليها في المجلس الوطني ليست بالتصاور ليست هذه المدونة غير باش نقولوا حنا راه عندنا مدونة راه طالب الناس كيطلبوا المدونة هذه المدونة هذه المدونة سوف تطبق على أرض الواقع كان كيف ما كان العضو ديال المجلس كان العضو ديال حزب الأسرى والمعاصرة في مستوى المسؤولية ديالو كان وزيرا أو كان برلمانيا أو كان رئيس جماعة أو كان مناضل عادي إذا سوف تطبق بالحق وبالتالي كان واضح التوجه ديال الحزب ديال القيادة الثلاثية وديال المكتب السياسي ديال الحزب كذلك على أنه تكون عندنا هذه المدونة لتخليق الحزب بالفعل السياسي. اسمحوا لي ملي كيجيو شكايات الاخ والاخت بلا قالت لكش من نوع الشكايات راه فيها بالخطوره في مكان هي فيها مصبوح ديال ولا يمكن لحزب في مكان الحال على ان واحد القياده الاول ديالو اي في القياده الثلاثيه واحد النوع على يمكن ان المتابعه بذهاب ديال النصب والاحتيال والحزب يبقى زاد لا يمكن وبالتالي حاولنا الموسيقى الوطنيه عانيت من جوان باش ما يوصلش هذا الشيء للمكتب السياسي وتخذ فيه قرار داروا ثلاثه ولا اربعه الاجتماعات مع السي ابو الغالي وصديق ديالنا صديق ديالنا طرقوا في البار ما عندنا ما نقولوا شي زعما عندنا فيه الشيء الخلاف الوحيد اللي عندنا معاه هو انه كنقولوا ليه حنا راه عندك هذا المشكل ديال خيانه الامانه وهذا المشكل ديال النصب والاحتيال اشنو واش كتقول في هذا الشيء سير قد شغالات باش ما ندخلوش حنا ناخذوا فيه قرار فيما يخص المكتب السياسي كيقول لنا الجواب لا يريد ان يجيب على هذا الموضوع كيقول لك هذه مساله خاصه مساله تجاريه اسي ابو الغالي راه ماشي تجاريه ماشي بعتي وشريتي هذا هادو الناس كيتهموك بالنصب والاحتيال هذا بعتي ليه ودرتي معاه وشي داكشي بعتي لواحد اخر اذا هذا كيتسمى النصب والاحتيال وبالتالي ارتاح الحزب على انه كما قال السي بن سعيد على انه باش نحيدوا على الاخرين ما كناش في راسنا ولكن عاد على المكتب السياسي وعلى حزب الاسرى المعاصر على انه يستحق واحد من القياده الثلاثيه عنده الاشكاليات ويخليه يدعو يقول لك رد عليه لا يمكن وبالتالي اتخذ القرار باجماع انه احالته تجنيد عضويته واحالته على جهه الاخلاقيات على ما طردناش تمت احاله مش فيها على جهه الاخلاقيات نتسناو جهه الاخلاقيات اش غتقول نتسناو اش غتقول نتمناو على انه هذا الشيء اللي كيتقال وهذا الشيء كان ماشي نيتي يعني ماشي قضاء اذا جهه الاخلاقيات قلنا في هذا الموضوع عاد يكون الكلام فيما يخص هذا الموضوع ديال هاد اما فيه صفية حسابات مع علاش بين صفية الحسابات شنو زعما حسابات بين صفيو مع صديق ديالنا ابو الغالي الموسيقى هي اللي اقترحاتو واقترحات معاه السي بن سعيد هي اللي اقترحاتهم بجوج وهي اللي بغات باش تكون فيها قياده شابه وحنا نفتخر بذلك على انه الحزب اول حزب كيعطي اشاره على ان تشبيب القيادات وتشبيه الناس من هذا وماشي الحزب الاول اللي كيقول لك السياسه بطريقه اخرى على هذا الشيء باش نشوفوا شباب في القياده لان هي دارت شباب واش هي دارت تلكم ديال القلبات بشكل كبير واش شي واحد فينا بيناتنا دروك شي واحد فينا صاحبك واش عرفت اش كيدير في الليل فيما يخص المسائل ديالو خاصه ما كاينش تعرفو ولا في النهار ما كاينش تعرفو لا يمكن وبالتالي وقت ما كتبان شي حاجه يجب ان نتخذ الموقف الصائب في الوقت المناسب وهذا هو الوقت المناسب باش تاخذ الموقف هذا ديال تجبيد العضويه واحالته على 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 الجهه الاخلاقيه توصلوا بالقياده الجماعيه والمكتب السياسي بواحد العدد من الشكايات اللي تم احالتها عليا كمؤسسه ديال المجلس الوطني واللي بدوري حتى على لجنه الاخلاقيات يقول لكم ستعقد في الاسابيع المقبله هاد الشكايات ما فيهاش ابدا هاد الكلام اللي قلته السي
أشرف، ما فيهاش تبييض الأموال، ما فيهاش بعض الأمور الأخرى، فيها مسألة ديال معاملة تجارية وقع فيها نصب واحتيال. هذا الشيء حسب الشكايات والعبارات التي استعملها المشتكون. بالنسبة للمنبر الإعلامي أيضا أمر يعني بحال هكا غيجاوب عليه السي مهدي بن سليم. ولذلك فاحنا باش نوضحوا الامور، حنا ماشي هنا ما كنجندوا حتى شي واحد. سي ابو الغالي هو صديق ديالنا جميعا، عشرناه لاكثر من 16 سنه، اشتغلنا معه جنبا الى جنب، ما عندوش مشكل في الـ في الـ في الـ ما عندناش ما توصلنا حتى شي شكايه ولا بشي ملف فيما يتعلق بتدبيره للمال العام. امور اخرى اللي كنتو كتعرفوها نتوما ولا عندكم عليها معطيات عطيوها لنا. ما حنا كيف قلت سي اشرف، حنا لسنا بمحكمه كيف ما كنقولها للجميع، باش كتوجه لك انت بالكلام. حنا ماشي القضاء، حنا عندنا واحد الآليات تدبيرية أخلاقية اللي هي كتطبق فقط إجراءات تأديبية. هاد الإجراءات التأديبية شنا هي؟ النسب السياسي أو الأمانات الجهوية، لأنه عندنا لجنة الأخلاقية الوطنية واللجان الأخلاقية الجهوية، حسب تراتبية المسؤوليات الملفات كتوجه. إلا كان منخرط في هذا ما عنده حتى شي مسؤولية تنظيمية ولا انتخابية، كيتوجه لجنة الأخلاقية الجهوية. إذا كانوا ملفات مثلا ديال رؤساء جامعات ديال البرلمانيين أعضاء المكتب السياسي وزراء ولا غيرهم، هذاك لجنة الأخلاقية الوطنية. وحتى الملفات ديال الجهوية إذا كان فيهم بعض التعقيدات ولا ملفات اللي كتخرج فيها ثقيلة كتطلع للوطني. دونك هنا هذا هو المصادر اللي عندنا، وراه كلشي مدقق في الأنظمة ديالنا وممكن أنكم تطلعوا عليه. وبذلك حنا ما غناخذوش فيه قرار قضائي، وما عندناش الصفة القانونية باش أننا نتوجهوا للقضاء. حنا ناخذوا أمور ديالنا تأديبية، قرارات تأديبية. القرار التأديبي الأول هو ديال المكتب السياسي والأمانات الجهوية كيف كان قول، هو التجميد ديال العضوية، وبعد ذلك يتم الإحالة على لجنة الأخلاقيات التي يا إما كتصادق على ذلك التجميد وتأخذ قرار يا إما بالإقالة أو الطرد، أو كتقول بأن التجميد غير صحيح وكتعيد المسطرة وكتقول عدد النظر فيه، وممكن أنه في مصادر للاستئناف وفي واحد العدد المصادر. ولكن كنقول دائما كنحرص وكنسطر انها اجراءات تاديبيه. حنا ماشي كنحاكموا الناس، ولكن كنقولوا بانه داخل الحزب ديالنا عندنا قوانين يجب ان تطبق، ما تبقاش حبر على ورق. هو دونك اللي عنده الصفه باش انه يتوجه للقضاء هما المشتكين. المشتكين بغاو يتوجهوا للقضاء، ديك الساعات حنا اللي علينا توجهوا لنا كمؤسسه، اللي علينا ان المؤسسه راه خدات، المؤسسه الاولى اللي هي المكتب السياسي خدات القرار ديالها، المؤسسه الثانيه اللي هي المجلس الوطني عبر لجنه الاخلاقيات راه غادي تدرس الامر ديالها. وكيف قلت لكم راني وضحت امامكم يعني الاعضاء كيفاش كيتم الاختيار ديالهم والصفات والشروط اللي خصهم يمتازوا بها. وبذلك فاحنا في يعني شفافيه ووضوح تام مع انفسنا ومعكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.